ياسر على الجانب الاخر كابتن شوقي زي ما كنت لسه بتكلم واحد من المديرين الفنيين اللي بيعرفوا ازاي يلعبوا قوي مع الاهلي والزمالك ودايما بيصعب وبيخلي الجيم جيم تقيل ورزل وغلس بلغه الكوره على اي فرقه هو بيلعبها خاصه لو فرقه كبيره. ازاي كابتن شوقي او ايه اللي اضافه كابتن شوقي الفتره اللي فاتت على الرغم من انه ما عملش يعني الصفقات الرهيبه هو على فكره ابتدى السنه اللي فاتت من مهمه شبه مستحيله مظبوط وقدر يبقى بالمقاولين. الموسم ده ما عملش صفقات يعني اللي الناس كلها كانت متخيلها ورغم ده موجود في مركز متقدم اكتر او ابعد وفي مركز افضل من فرق كتير صرفت اكتر منه بكتير، ايه اللي اضافه كابتن شوقي السنه دي؟ طيب خلينا في البدايه يا ابراهيم نقول ان في انه رغم انه لسه في مباريات في الموسم وزي ما احنا بنحلل المباراه النهارده انا وانت وعطا وهي مباراه اقصائيه في كاس مصر وكمان لسه متبقي جولات في الدوري، انما المقاولين دلوقتي في مرحله التقييم اللي انت بتتكلم عنها يا ابراهيم. المقاولين لازم يسال نفسه السؤال ده في وجود مدرب محنك ومتمرس جدا زي كابتن شوقي غريب، انا كنت في الدور الاول المركز الرابع، ليه فقدت المنافسه على التاهل لبطولات افريقيا؟ لازم يسال نفسه كمان دلوقتي يعني حتى احنا وده كلام يعني داخل المقاولين انه هتلاقي دلوقتي في طريقه لعب المقاولين في الدوري، طبعا دي مباراه اقصائيه وطبعا اجتمع كابتن شوقي غريب مجلس اداره باللاعبين وتحفيز مهم جدا قبل مباراه الزمالك لانها مباراه تساوي انك تتاهل لبطوله وجايز تنهي الموسم ببطوله وكمان على اقصاء على حساب الزمالك، تعرف اللائحه دايما بتنص اي فوز على القطبين يا هيما ليها طبعا مكافاه مجزيه للاعبين فحفز اللعيبه، لكن السؤال هنا ايه ليه انا كنت ماشي رابع في الدور الاول وليه حصل انحدار؟ المقاولين النهارده معانا احصائيه هتلاقي انه المقاولين مع كابتن شوقي غريب دايما يقول لك المدير الفني طب انا وصلتك للجون هل انت ترجمت الفرص دي؟ هتلاقي ان هم وصلوا لو نعرض يا شباب الاحصائيه هتلاقي مسددين خلال الموسم 384 تسديده سجلوا 34 هدف بس يا ابراهيم دي نسبه ضعيفه جدا، لو انت حسبتها على 384 هتلاقي الفعاليه 8% بس. طيب من ال 384 في 126 تهديفه بين الثلاث خشبات او على المرمى هتلاقي الفعاليه 26%، رقم ضعيف جدا في حس انه زي ما انت كنت بتتكلم رغم ان العناصر ما هياش التوب قوي او الكواليتي ما هياش الرهيبه او ما عملش سوق خيالي كابتن شوقي، لكن بالخامه دي قدرت اوصلك للجون بعدد المرات دي. ايوه فالترجمه للاهداف مهمه جدا، تحويل الفرص لاهداف. عندك نسبه تانية عندنا برضو احصائيه تانية ضربات الجزاء دي ده حل يا ابراهيم بيجي لي لما انا بوصل للمنطقه وباخد ضربه جزاء مستحقه وتجي لي 9 مرات على مدار الموسم في جميع البطولات 9 ضربات جزاء اسجل 5 واضيع 4 نسبه ضياع لضربات الجزاء دي يا ابراهيم 44% تقارب النص، فبالتالي يعني لو جات لي ضربتين جزاء في الماتش بضيع واحده واجيب واحده ده ما يخلينيش احسب مباريات. فدي امور كلها تفاصيل صغيره لكن لو اشتغل عليها نادي المقاولين مع قياده شوقي غريب اللي انت اشدت بيه وكلنا بنشيد بيه طبعا اعتقد المقاولين هيكون في حته تانية ولازم يكون احد اضلاع المربع الذهبي السنه الجايه. هل بتشوف ان في لعيب معين كابتن شوقي استخدمه او قدر يستغله السنه دي بشكل مختلف قدر يعمل بيه الفارق؟ طبعا الدور الاول بعتقد ان بطل الدور الاول كان جبنه. جبنه كان بيسجل سلاح التسديد يعني معانا حتى اهدافه جبنه من اللعيبه اللي لو جايب وشه دايما هيسدد هيديك الحل ده من على ال 18 سلاح بقى قليل عامه في وده بقى قليل في الدوري بالظبط فلازم تستغله كويس يا ابراهيم. الحاجه الثانيه ان جبنا كمان استغل مقاولين دور الاول ضربات ثابته بشكل مميز حتى في واحده هو حطها ما لمستش حد وراحت بليسنج اعتقد ده طبعا اسرع هدف في الموسم بعد 12 ثانيه في مرمى المحله ممتاز طبعا واقف المكان الصح عامل التكمله الهجوميه ده الجون اللي هي حطها علقها ما لمستش حد لكن غلطه حارس مرمى فاركو وكان هدف مهم جدا للمقاولين في مباراه اعتقد البنك او فاركو البنك بالظبط وده طبعا هدفه في المصري نفس اللي احنا بنتكلم عليه تمبلت يعني واقف حاطط نفسه في المكان الصح على البوكيت ومسجل بشكل ممتاز.